لم يكن عضواً لا مؤسساً ولم يحضر في أي اجتماع. جمعية نماء قوائمها المالية مدرجة في رئاسة الحكومة في إطار مبحث عرضوا لها للخضار يقع ضغط على الغذاء ويقع مبالغ دافعة ديري زوار ما عندها حتى قيمة على القضاء اللي بيديه مفاتح الحبس. راهي جمعية نماء راهي جمعية تنموية ليست جمعية خيرية، لا تمنح قروض، ماشي شركة، وراهي تنشط صلبة القانون ومرسوم الجمعيات من مارس 2011 إلى حد هذا اليوم. صحيح هي من بين المؤسسين سمية جبالي في 2011، لكن بعد غادرت الجمعية، ما عادش عندها حتى علاقة بالجمعية. يبدو أنه احنا معناها اسم حمادي الجبالي تذكر فقط على أساس أنه من خلال لقب بنته. هذايا يخلي معناها الزج باسماء كبيره كيما رجل الغنوشي كيما اللي هو رئيس حركه النهضه ورئيس مجلس النواب وكيما حماد الجبالي رئيس حكومه سابق يقع الزج بهم في هذه القضيه. وبامكانكم الاستعاده بالآلة الحاسبة غض الطرف عن جريمة معالجة معطيات شخصية. المبالغ التي دارت في الجمعية هي زهيدة وزهيدة بدرجة كبيرة وليس لها أي علاقة بالرقم 20 ألف دينار ولا 20 مليار. هذا مبلغ 20 ألف مليار هذا ذاته لا يصلح أن يكون رقما للتبييض. أصبحنا نتحدث مثلا على جمعية ذات ميزانية بعشرين مليار ونحن نتحدى النيابة العمومية في إثبات هذا الرقم، لأنه حتى لجنة التحاليل المالية وحتى جميع المحاضر السماع والاختبارات التي تمت لا يمكن أن تصل إلى هذا الرقم. ثانيا، نفس الجهة النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصبحت تتحدث عن أحد الذين وقع تسريحهم بأنه أولاً قاضي التحقيق لم يطلع على الملف، وثانياً أنه إنما وقع تسريحه لسبب صحي، وضمنياً قالت ما لم تقله من أنه فقط ننتظر أنه يخف في الجانب الصحي لتصدر فيه بطاقة إيداع قدمها إن شاء الله في أقرب وقت قبل جلسة 14 إشبيلية الذي يأخذ منا على الأقل 5 أيام، يومين قبل العيد ويوم بعد العيد، ولكن الحمد لله أننا تفطنا لوجود هذا الطعن وتعيينه لتسييسه. وأقصد أساساً السيد حماد إشبيلي. وقع إقحام هذه الجمعية لإيجاد رابط وهمي بينها وبين زعامات سياسية، رغم أن هذه الزعامات لا صفة لها في الجمعية لا من حيث تكوينها ولا من حيث تسييرها. بالنسبة للسيد حماد الجبالي باعتباره رئيس حكومة، الجمعية تأسست قبل تقلده هذا المنصب بكثير وبقيت تنشط، ولكن لم يستدعى أي من رؤساء الحكومة الذين تداولوا على هذا المنصب حين نشاط الجمعية. ثانيا، ما لا يعرفه الشعب التونسي ايضا على عكس ما روج له ان حساباتها واضحه، مودعه قوائمها الماليه برئاسه الحكومه، وايضا حساباتها البنكيه واضحه، وقدمنا للقضاء ما يفيد ذلك. في الذهاب والتصويت بعدما استبان لابطال ما تسعى النيابه العموميه عوضا عن الزمن القضائي. ما يخيبناش القضاء، عندنا ثقة في القضاء.